السلام عليكم. بالنسبه للمقابله ديال اليوم ما بان لنا واحد لا ديفيرونس ما بين ليكيب ديال مالي وديال المنتخب. بروميير ميطو كان واحد البالانس ما بيناتهم، ولكن في الدوزيام ميطو بان لنا هما بحال شويه كانوا فور علينا. صافي داكشي اللي خلى الدراري عندنا داروا محاولات وداكشي، ولكن ما كما تيقولوا ما قسمش الله في هذاكشي. صافي هما يا شتيهم هما بحكم زعما الفرق اللي كاين في الطراوه البدنيه بواحد الشكل اللي كبير بزاف. الدراري عندهم تبارك الله عندهم لا فيتيس وعندهم داكشي. هذا هو الحاجه اللي دارت الفرق بانت ليا في المقابله. وانت راك شتي راه البيت راه جا في ديك الدقيقه اللي ما يمكنش زعما ما يمكنش ترجع في الماتش. راه في الاخر واخا جات زاد الحكم 7 ديال الدقائق الدراري داروا اللي في جهدهم، ولكن ما قسمش الله. التحكيم واحد شويه كان هو من واحد الناحيه كان مزيان، ولكن في واحد الجانب كان شويه تشوفوا عاطي شويه للاخرين واحد الحريه وداك الشيء، من ناحيه فاش يكونوا شي اخطاء وداك الشيء ما تعطيهمش لي كارت صفرين وداك الشيء. بارابور حنايا اي واحد شتي كان تيدير شي حاجه دغيا تيجبد ليه لاكارت، ولكن هذا الشيء ما كانش هو العامل الاول في الاقصاء. وكل تحيه لهذا الجيل، برافو عليهم، ما غاديش نلوموهم، لان حتى الخصم راه كان قوي. منتخب مالي معروف بالفئات السنيه كتكون عنده كيف ما كنقولوا مستوى عالي، وزياده على الفوارق البدنيه، لان لاعبين ديال منتخب مالي عندهم واحد اللياقه البدنيه كبيره مقارنة بلاعبي المنتخب الوطني. كل تحية لهذا الجيل. كان بعض التسرع، كان بعض الحماس الزائد اللي ما كانش كيف ما كنقولوا في صالح المجموعة، وبعض الأخطاء واللي هي اللي كانت سبب في الهزيمة كيف ما كنقولوا الإقصاء. وبالنسبة لهذا الجيل كل تحية لهم وبرافو عليهم، ولابد ما نستافدوا من هذا الجيل استثمار المواهب، ما يتقبرش هذا الجيل وما يوليش كيف ما كنقولوا يتهمش بحاله بحال الاجيال اللي كانت سبقاته، لان هذا الشيء باش كيضيعوا لنا المواهب الكبيره اللي تقدر تفيد المنتخب الوطني في قادم السنوات، لان هذا مستقبل الكره الوطنيه خاصنا نحافظوا عليهم. كل تحيه لسعيد شيبه واللاعبين ديالو وبرافو عليهم، شرفوا الرايه الوطنيه، وكان بالامكان احسن من مكان، ولكن ما علينا الا نتنيوا عليهم ونحفزوهم وحنا معاهم باش يكونوا مستقبل الكره الوطنيه ان شاء الله في قادم السنين. شوف هي ما غاديش نقول الشوط الاول او الشوط الثاني، هي فوارق بدنيه هي اللي حسمات، الجانب البدني هو اللي حسم اكثر اللقاء، لان شفنا ظهر العياء على اللاعبين ديال المنتخب الوطني، لان الفوارق البدنيه بانت في ال 20 دقيقه حتى ال 25 دقيقه الاخيره. منتخب مالي معروف عليه اللياقه البدنيه اللي كبيره، هي اللي خلاته الى جانب الموهبه خلاته يوصل لهذا المستوى ويكون في الدور المقبل من هذه النسخه. وشكرا للاعبين، شكرا سعيد شيبه، وكنتمنوا هاد اللاعبين ما يتهمشوش ويتم التاطير ديالهم باحسن مستوى، وتعطاهم فرص كبيره باش يكونوا هما مستقبل الكره الوطنيه.